طيب قال وستة من شهر شوال كما ثلاثة من كل شهر عمم أو عمم وستة من شهر شوال أي من الأمور المندوبة من الصيام المندوب ستة من شوال. طيب وهذا عند المالكية مندوب لكن بقيود، مندوب لكن بقيود، فهو إذا أتى بعض الأمور كان مكروها، فيكره صومها عند الإمام مالك والمالكية إذا أولا وصلها بالعيد، وصلها بالعيد، وهذا نراه أن الناس كثيرا يفعلونه اليوم، أنه إذا مر يوم العيد لأنه يحرم فيه الصوم، ونخشى أنه إذا كان يوم العيد لم يكن في الشرع محرما لصامه كذا، فإذا وصله بالعيد صام ثم أفطر للعيد ثم جاء باليوم الذي بعده صائما، فإن المالكية يقولون بكراهته. طيب ولذلك ينبغي على المسلمين عندما يفطرون للعيد أن يعيشوا أجواء العيد، فهو يوم فرح، هو والناس غالبا يعني لا تتزاور فقط في هذا اليوم، وإنما تتزاور لأيام كثيرة، تتزاور لأيام كثيرة، فعندما تتزاور يأكلون فيها ويشربون فيها، فيكرهون لذلك العلماء أن يوصل بالعيد. طيب وتكره كذلك إذا وصلها كلها، وصل هذه الأيام في نفسها كلها فجعلها متتابعة، فيصوم الأول من شوال يوم عيد، فيصوم الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع. وكان قد ذكر بعض العلماء أن هذا فعله بعض الأقوام وصاروا يسمون عيد الفطر عيدا، ويجعلون بعد الست من شوال عيدا آخر، عيدا آخر، فعندهم عيد الكبير وعندهم عيد الصغير فقط في شوال. هذا بسبب ماذا؟ هذا بسبب الجهل، لأن الجامع في كراهة هذا عند المالكية هو حتى لا يظن الجهل وجوبها، وهذا هو الواقع، أن كثير من العوام اليوم يحصل بينهم تنافس، وقد يكون هذا يعني قد يؤجرون عليه، لكن أن يحصل التنافس ثم يحصل الإنكار أو النظرة الدونية أو الاستهزاء بمن لم يأتي به مباشرة، فهذا لا ينبغي ولا يجوز وأن يكون، فهو مستحب، والمستحب لا يعطى أكبر من قدره، لا يجوز أن ينزل المستحب منزلة الفرض والواجب وهو إحداث في الدين. الحث عليه حسن والأمر به كذلك جيد، ولكن أن يؤمر به كأنه واجب أو فرض فهذا لا يجوز. فيكره صومها إذا وصلها بالعيد، إذا وصلها كلها، إذا اعتقد أنها كالسنة البعدية للصلاة، أن يعتقد أنها كالسنة البعدية للصلاة، هذا كذلك يكره إذا فعلها، أن يظهرها من يقتدى به. ينص المالكية على أنه يكره صوم ستة من شوال إذا أظهرها من يقتدى به، لأن العالم أو الفاضل إذا كان مقتدى به وأظهر الستة من شوال وأنه يصومها، قد يعتقد الناس وجوبها، فعندئذ تكره. فالإمام مالك كره صيام ستة من شوال مخافة أن يلحق الجهال برمضان ما ليس منه،
وقد وقع هذا في كثير من العجم، أنهم لا يرتاحون ولا يحسون بطعم أنهم قد صاموا رمضان إلا بعد أن يتموا الستة من شوال. فيقولون ماذا؟ يقول لك أنا الحمد لله تعودت الآن على رمضان وأريد أن أكمل الستة من شوال بنفس واحد حتى لا أتعب، حتى لا يعني أنسى التعود، أنا لازلت الآن في الرتم كما يقال. لا، هو أصلا النبي صلى الله عليه وسلم أراد بصيام ستة من شوال أن يعلمك أن رمضان ليس آخر عهدك بالصيام، لابد أن يكون لك مع الصيام شأن آخر بعد رمضان. ولذلك فبعض المالكية قالوا أن الستة من شوال لا يقصد بها شوال تحديدا فقط هذا الشهر، وإنما أي شهر بعد رمضان وذكر شوال لأنه أقرب هذه الشهور برمضان. فالمقصود عندهم أن لا يترك الإنسان الصيام التطوع والنافلة بعد خروج رمضان. قال الإمام مازري رحمه الله تعالى، وهو من كبار الفقهاء المالكية ومن كبار محققيهم، قال شيوخنا وأما صومها على ما أراده الشرع فجائز، فهو مستحب وجائز على مراد الشرع، ويكره إذا وصلت بالعيد ووصلها كلها وأظهرها من يقتدى به واعتقد أنها كالسنة البعدية للصلاة. ثم قال وستة من شهر شوال كما ثلاثة من كل شهر عمما. طيب، الثلاثة أيام من كل شهر من غير تخصيص. قال عمما، يريد بذلك أن صوم ثلاثة أيام من كل شهر عام ويكره تعيينها. طيب، يكره تعيينها بماذا؟ يكره تعيينها بماذا؟ الإخوة المتابعون معنا، يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر ويكره تعيينها. تعين بماذا؟ بالأيام البيض. يكره تعيينها بالأيام البيض، وهي الأيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. ووجه الكراهة نفس ما ذكرنا في ستة من شوال. وجه الكراهة في تعيين الثلاثة الأيام من البيض أن يظن الجهال به أنها واجبة، لأنهم يتقصدونها عينا. طيب، لماذا من غير تعيين؟ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام، في الحديث في الخبر، صام من كل غرة شهر ثلاثة أيام. صام من كل غرة شهر ثلاثة أيام، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام ثلاثة أيام من بداية الشهر. وفي خبر آخر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام الاثنين والخميس والاثنين الذي بعده. طيب، صام الاثنين والخميس والاثنين الذي بعده من ذاك الشهر، فأتى بصيام ثلاثة أيام. وجاءت رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم، لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. فحالات النبي صلى الله عليه وسلم في أنه كان يصوم هذه الأيام أيام الشهر بطرق عدة دلت على أن الاستحباب وارد في الشهر كله، وأن الثلاثة الأيام من أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر يكرهون التزامها مخافة أن يظن الجهال بأنها واجبة. وقد تجد أحيانا أن الناس يقبلون على هذا الأمر، الصيام وهو حسن، لكن أن يقبلوا عليه كأنه من الواجبات ويقدمونه على بعض الأمور التي هي مفروضة، فهذا الذي لا
يعني لأجل ذلك كرهه مالك رحمه الله تعالى، وهذه العادة عنده معروفة في الفقه رحمه الله تعالى. فكان يسد الذرائع حتى لا يقع الناس في الإحداث في الدين والبدع، كان يقطع الطريق على الذين يحدثون في الدين، وعلى أن يلحق بالواجبات ما ليس منه. هذا كذلك إحداث. الإحداث ليس فقط أن تأتي بطريقة جديدة في الشريعة ليس لها مثال سابق في الدين، لا، وإنما كذلك أن تلحق المستحبات بالواجبات من غير دليل، وأن تلحق المكروه بالمحرمات تشددا وتعنتا. طيب.